الفكره ديال حنا كازابلانكا وي كازابلانكا نكا كازابلانكا جات يعني من بعد ما تم واحد الدراسه ديال الاستراتيجيات الجاذبيه مدينه الدار البيضاء، لان هي الدراسه كلها والمشروع اصلا كان مشروع ماشي غير باش نخرجوا واحد العلامه ترابيه، وانما باش نحطوا على الارض الواقع واحد استراتيجيه واحد برنامج العمل باش نحسنوا من جاذبيه مدينه الدار البيضاء فيما يخص جميع الميادين، اللي الحمد لله اليوم عندنا واحد يعني واحد النقط قويه اللي خصنا نوصلوها للمستهلك، المستهلك وطني او مستهلك اجنبي. وفي كلمه المستهلك تنقصد بها المستثمر السياحي الفنان الثقافي، يعني جميع. لهذا دايوغ ملي تنهضروا حنا على هذه العلامه ديال وي كازابلانكا تنهضروا عليها كعلامه شامله، حيت كاين العلامات الترابيه اللي تتكون عن يعني خاصه غير في السياحه او خاصه غير في الثقافه او في البيزنس، والهدف حنا من هذا العلامه انها تكون علامه شامله. اي واحد عنده واحد الهدف ديال التسويق وترويج مدينه الدار البيضاء يمكن له يستعملها باش يعني جميع القوى الفعاله ديال المدينه يلتحموا في نفس حول نفس العلامه باش نزيدوا من تقويتها على واشعاعها على الصعيد الوطني والدولي. اذا هي هذه العلامه جات نتيجه ديال هذه الدراسه، اللي بالنسبه لنا بدينا فيها تقريبا هذه 15 شهر يعني عام تقريبا وثلاث شهور، باش واللي يعني المراحل ديالها كانت على ثلاث مراحل. الاولى كان هو التشخيص يعني لو دياغنوستيك، وهنايا الحمد لله استفدنا بزاف من جميع الاعمال اللي كانت دارت من قبل. يعني حنايا كيف قلتها ونعاودها ما انطلقناش من صفحه بيضاء، ولكن كان الحمد لله كانوا دراسات قبل من هذا الشيء، كانوا يعني العمل ديال لي تينك تونك اللي كانوا داروا في 2014 اللي عطاونا النتيجه ديالهم الحمد لله، هو البي دي جي سي يعني مشروع البرنامج التطوري ديال مدينه الدار البيضاء 2015 2020، واللي كان يعني واحد انجيزمون يعني واحد الحافز اللي عطانا بزاف ديال النتائج اللي استغليناها في هذا العمل. اذا ذاك التشخيص قمنا به، ومن بعد التشخيص خرجنا حاولنا نخرجوا بواحد التموقع سكون ابيل ان بوزيسيونمون ديال مدينه الدار البيضاء، وبين التشخيص وهذا التموقع حاولنا نشاركوا جميع الشرائح ديال مدينه الدار البيضاء بما فيهم رجال اعمال، بما فيهم فنانين، رياضيين، طلبه مغاربه وطلبه اجنبيين، يعني جميع الناس اللي تعيشوا في مدينه الدار البيضاء. اكثر من ذلك يعني حاولنا نشاركوا حتى البيضاويين اللي عايشين في الخارج، لان هما عندهم واحد التصور، وذاك التصور ديالهم ديما تيكون عنده واحد المعايير ديال المقارنه والتقارب لان عايشين في دول اخرى. اذا اسسنا واحد المجموعه ديال تقريبا ديال 300 شخص اللي باش خدمات معنا، اولا باش نعطيو ذاك التشخيص واحد المصداقيه، ثانيا باش ذاك التموقع يكون متموقع مشترك يعني الجميع يمكن له يشوف راسه فيه. ومن بعد ما سالينا التموقع كان خصنا نديروا واحد برمجة العمل، واحد برنامج العمل اللي تكون مبرمجة على ثلاث سنوات. إذا اليوم حنا وهاد العلامة الترابية فهي غير البداية، يعني اليوم حنا هاد 15 شهر ديال هذاك ديال العمل فهي كانت يعني نقولوا من وراء الستار، أما دابا عاد غادي نبداو العمل إن شاء الله في إطار ترويج وتسويق هذه العلامة الترابية، لأن اللي الهدف منها هو تسويق مدينة الدار البيضاء وإشعاعها ويعني ووضع على وضع المحاسن وسما وعندها مدينة الدار البيضاء عندها المحاسن ونقط القوة ديالها يعني على في الواجهة باش نسوقوا، لأن هذه العلامة الترابية الهدف ديالها كيف قلت وتنعاودو هو تسويق المدينة الدار البيضاء، وباش يكون عنده واحد الفائدة واحد العودة على الاستثمار هو أنه غادي يعني
من احنا راه ان شاء الله في اطار هذه البرمجه اللي درنا غادي يكونوا عندنا واحد المعايير ديال القياس ديال المحاسن ديال هذه العلامه، ومن بين هذه المعايير يعني هو انه الاشعاع ديالها لا فيما يخص الانترنت، ولكن خصوصا الاشعاع ديالها في منين غادي نخلقوا واحد يعني واحد تساؤل على هذه مدينه الدار البيضاء، شكون هي مدينه الدار البيضاء وفين جات، واش خصني نمشي ليها، شنو فيها ما يتشاف، شنو فيها ما يدار، باش يعني وهذا هو الهدف. الهدف هو نخلقوا واحد التساؤلات وواحد لا كوريوزيتي حول هذه المدينه اللي هي مدينه الدار البيضاء.